كاين ضعف ديال المواكبه للمشاكل اللي كتعاني منها، سواء على القطاع النظافه، تصدير الورد الحار، او الجانب الامني فيما يخص هاد الجوانب اللي كتعاني منهم المنطقه. كنظن بان الجماعه ديال طنجه ومن مقاطعه بنيمه كذا تخلت على الدور ديالها في معالجه هاد المشاكل، واخص بالنسبه للقطاع النظافه اللي كنعرفوا ان لحد الان ان رغم تمرير الصفقه ديال 43 مليار للشركه الجديده ومعروفين مواليها شكون، لحد الان ان الشركه باقي ما نزلتش الادوات باش تجمع النفايات، لان ملي كنهضروا على تدبير ديال قطاع النظافه لرغم التكلفه الباهظه اللي كتقدر 43 مليار، مجرد انها كتجمع الزبل وما عندهاش القدره. اولا كنلاحظوا ان غياب الحاويات في المنطقه، ثم تراكم الازوال في الارض، وفي نفس الوقت دارت واحد الظاهره ان دابا موسم الصيف، الدبان، الناموس. وهنا كنتسائلوا مع الجماعه والمقاطعه لماذا انه لم يتم تغريم الشركه، لان كيقولوا في الكواليس ان هذا الشيء مؤقت، حلما ان شركه جديده ولكن جميع الادوات اللي كتشتغل بهم هي قديمه، اي الحاويات كاملين الشركه القديمه اللي مشات في حالها، ثم ان الشاحنات نفس الشيء. وحنا كنتسائلوا هذه الشركه واش تكرر التجربه ديال الولايه ديال الرباط، لان سبق لها فشلت في مدن اخرى، حاليا كتكرس نفس التجربه هذه اللي عطاتنا شركه النظافه الجديده. وهنا كنتسائلوا مع الاغلبيه المطلقه ديال العداله والتنميه انهم لماذا هذا الاجرام كيرتكب في حق الساكنه ديال مدينه طنجه؟ واش 43 سهله؟ 43 مليار تقوم راه سهله، غتاثر على حوايج اخرى فيما يخص تدبير الميزانيه ديال جامعه طنجه. جامعه طنجه تعرف ازمه ماليه، وهذا النوع ديال التدبير المالي غيكلف غيضر قطاعات اخرى، البنيه الطرقيه ديال مدينه طنجه، كنشوفوا الطرق كتحفر، كنشوفوا بعض المرافق غير قابله للصيانه. حنا كنتسائلوا مع هذه الاغلبيه، علما ان حنا مقبلين على الانتخابات 2021، وهنا كنوجه الساكنه لمدينه طنجه، حان الوقت باش نغيروا المشهد ديال مدينه طنجه. حنا كنتسائلوا شنو هي الامكانيات ديال مدينه طنجه على الاقل صيانه هذه المشاريع اللي تخسرت عليها 850 مليار فيما يخص طنجه الكبرى. طنجه الكبرى لولا لحسن الحظ ديال ساكنه مدينه طنجه ان لولا التدخلات ديال الملك فيما يخص احتضان طنجه الكبرى، كنظن بان هناك فشل سياسي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.